خلينا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي، لان كابتن خطيب ايضا تحدث عن قطاع كره القدم بالاهلي واللي حققه من نجاحات كبيره خلال الفتره الماضيه. نتكلم سواء على الصعيد المحلي او القاري وايضا العالمي بالحصول على برونزيه مونديال العالم، عفوا الانديه. خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. لله ببطولتين ورا بعض، وفي حتى وصلنا كمان نهائي ما وفقناش فيه في الاربع سنين، يعني وصلت نهائي 3 مرات، خسرت بطوله وخدت بطولتين، وده وارد في كره القدم. لكن من اللي احنا شفناه ده برضو لازم ان احنا يبقى في شكر واجب، شكر واجب للناس اللي ساهمت. النهارده في لجنه التخطيط، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، وامير توفيق مدير التعاقدات، بشكرهم. قبلهم كان الكابتن طه اسماعيل، انه كان موجود معانا برضو في خلال السنتين اللي فاتوا دول. حاجة تانية برضو شكر واجب الحقيقة للجيل ده، الجيل ده من اللعيبة، الجيل ده حقق حاجات كتير جدا في ظروف صعبة جدا، وفي ظروف في ناس كتير بتحاول تحارب النادي الأهلي وبتحاول توقف اللعيبة دي. والجيل ده من اللعيبة اللي أنا بشكرهم جدا جدا، إن كان في صعوبات بتمر بيهم، الولاد دولت محدش نطق، كلهم تلموا على يعني على بعض بحب وبقلب وبروح الفانيلا الحمراء، حققوا انجازات لو راجعناها هنشوف ان ده حققوا حاجات اعتقد من الاجيال العظيمه اللي دخلت او يعني في فتره النادي الاهلي. بالنسبه لي انا بشكر كل اللعيبه وكل واحد فيهم، لان كل واحد فيهم الحقيقه عمل يعني اقصى ما يمكن علشان يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الأهلي وإضافة تاريخ للنادي الأهلي. فاللعيبة دي تاني بشكرهم جدا جدا، واحد واحد عن السنتين اللي فاتوا، اللي كل الأولاد بجهازهم الإداري والطبي والعاملين كل الناس، ثم الجهاز الفني والإداري. الرجل ده أحكي لكم قصة، أنا ما بطلعش في الإعلام كتير، لكن كنا بنلعب سان داونز في مصر، كسبنا الماتش 2-0، رجعنا في الطياره، كان فريق سان داونز معانا، وانا قاعد كان مستر بيتسو موسوماني كان موجود في يعني جنبي يعني، واتكلمت معاه لمده دقيقه او دقيقه ونص، حسيت بمدى حبه وتقديره للنادي الاهلي و تاريخه، وحسيت ان عندي يعني من الخبره شويه بصدق مشاعره وبصدق احساسه تجاه النادي الاهلي. لما جينا محتاجين ان احنا نفكر في كوتش كبير يناسب النادي الاهلي ويناسب المرحله اللي كانت كنا محتاجين فيها كوتش بهذا القدر من التاريخ، ده واحد من افضل 50 مدرب في العالم، لازم تبقى حضراتكم تبقوا عارفين ده مصنف. فاحنا لما حبينا ان يكون موجود كلمته، اول رد فعل ان هو موجود، لان هو حابب النادي الاهلي وحابب يكون موجود في النادي الاهلي، وعمل تاريخ في جنوب افريقيا وعمل تاريخ في سان داونز، كان عاوز ياخد يعني يضيف تاريخ اخر مع على حد قوله مع اعظم نادي في القرن واعظم نادي في افريقيا. فانا بشكره جدا جدا على الفتره اللي هي ما حدث. كمان كابتن سيد ابو حفيظ. كابتن سيد الحقيقه يعني واحد برضو من اللي عايز اقول عليه، ابن اتولد جوه النادي، واتولد جوه النادي وتاسس بمبادئ وقيم النادي الاهلي. سيد اشتغل معانا في من 10 12 سنه في مراحل مختلفة في كرة القدم، في قطاعات مختلفة في كرة القدم. الراجل ولا تأفف ولا قال لك دي صغيرة عليا ولا قال لك، ما قالش ده خالص. الراجل اشتغل انه بيشتغل للنادي الأهلي. الراجل اكتسب خبرات كبيرة جدا. لما اكتسب خبرات كبيرة جدا بتضعه دلوقتي من أفضل مديرين الكرة اللي مروا في تاريخ النادي الأهلي، تحمل الكثير وفي نفس الوقت عنده من العلاقات مع اللعيبة ومع الأجهزة اللي مرت عليه
عنده علاقات متوازنه جدا وعلاقات تضيف للنادي الاهلي. فانا برضو بشكر كابتن سيد جدا جدا، لكن شكري لسيد بيفكرني بمدير كره راحل عننا اللي هو كابتن ثابت البطل. اللي قلته على سيد بينضم يعني بينصب تماما على كابتن ثابت البطل. راجل الله يرحمه من الحاجات اللي لما تمر كده في حياتك حاجات قليله، راجل وجدع وما عمره ما طلب حاجه من النادي الاهلي وعمره ما طلب اي مقابل. هو طبعا ليه مرتبه زي وزي كل الناس اللي بتشتغل، لكن عمره ما قال انا عايز ايه. ثابت البطل من حبه للنادي الله يرحمه توفى جوه الملعب. اليوم ماتش مباراه اهلي وزمالك كان قاعد ومغطي نفسه ببطانيه كده علشان ده اخر قبل ما يتوفى بيومين او بيوم. الناس اللي زي دي ما تتنسيش، الناس اللي زي دي لازم تبقى قدوه للي جاي. فانا بشكر ثابت البطل في صوره زوجته واولاده واحفاده، ربنا يبارك فيهم كلهم. يعني كالعاده الحقيقه يعني نموذج كابتن محمود الخطيب للاحترام ولانكار الذات وايثار الاخرين. سمعنا جانب من الكلام المحترم اللي قاله واللي اشاد من خلاله بأداء كابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا حضراتكم بقى تابعتوا معانا كل التفاصيل، هي حاجه في منتهى الرقي والاحترام.